وحتى كمان يا كابتن يعني حتى لو شفنا الدوري الممتاز الف منافسه كمان شرسه، كله بيحاول ان هو يقدر ان عايز يطلع وعايز يحقق نتائج، يعني حتى من ال 14 سنه لو جينا اتكلمنا حتى لدوريات الناشئين من 14 ل 16 18 ولاد وبنات، قوه المنافسه دي دايما بقول قوه المنافسه المحليه بتولد منتخب شرس. تمام. الدروب عندنا فين؟ يعني انا عايز يعني انا دي معادله انا مش عارف احلها. طيب هي يعني هي المعادله واضحه في حاجه، ان المنافسات المحليه تطلع لك عناصر كويسه. تمام. لكن انك تتفوق على المستوى الدولي ليه معادله تانية خالص. خلينا معترفين ان لو اتكلمنا على مستوى افريقيا الباسكت بالذات برضو مختلف عن اي لعبه تانية. هي لعبه شعبيه في كتير من الدول في افريقيا. يعني خليني اتكلم مثلا سي على الفولي والهاند بول. ان الفولي والهاند بول هم كده كده ضامنين ان هم في كاس العالم كل مره. المنافسه في افريقيا غالبا مصر وتونس. ده في الهاند بول مظبوط. وفي الفولي برضو. وفي الفولي. في الفولي احيانا. الباسكت لا، الباسكت في اكتر من 12 دوله. واحنا في الباسكت في حاجه اللي هي الفيبا عاملاها اللي هي السايكل بتاعت الاربع سنين. اللي هي بتبقى السايكل دي اربع سنين على بعض، فيها بطوله القاريه سواء افريقيا سواء اوروبا او كذا، وكاس العالم والاولمبيكس.